اهلا وسهلا بكم بقناة سنة وليد باليوتيوب. واليوم الفيديو راح يكون عن مشتريات المدرسة. وطبعا انا راح اطلع على الصف الرابع واختي راح تطلع على الصف الاول. اول انا بصف الاول. اول انا بصف الاول. شنطتي على ظهري انا بصف الاول. وخلينا نبدا نورجيكم الشنط. انا هاي شنطتي اشتريتها زجر. طبعا انا بدي اكتشف معاكم يعني ماما والبابا اشتروا لنا اياهن واحنا نايمين بالسياره. هاي شنطتي. هاي هون مثلا هون ما بعرف شو احط. الدفاتر مثلا في بس انا فاضي. وهون بنحط سندويشة المدرسة. وهون مثلا دفاتر الرسم، الخرابيش، الالوان الفن مثلا اشياء هيك. وهاي للكتب. معروف اكبر اشي للكتب. طبعا انا اشتريتها جر. هاي نكبس على كبسة بتطلع. وهاي لما نخلط الكبسة بتطلع من هون. هاي هي شنطتي المدرسة. ان شاء الله عجبتكم انتو كمان. حطيت انت اختي. وانا هون بحط سندويشاتي. طبعا انا راح الحق اختي بس سنه واحده بعدين مدرسه ثانيه. هون بحط كتب المدرسه. هون بحط كتب الكبار عشان هون برضه كبيره. وانا برضه هي عندي هون كبسه هيك بكبس عليها بطلعها مربع. واذا بدي انزلها بكبس هون شد. لانه رسالتها جديده فصعب شوي تكون مش متعوده الشنطه انه تفتح وتنزل بسرعه. هون اميرات والبسات اميرات. طبعا هون بنحط مطرات كنيات مثلا كنية عصير صغيرة. هاي التنتين يعني انا برضو هسه تعرفت على شنطتي المدرسة. هون وحدة كبيرة نزلي هاي. وهلا المكالم. مكلمتي انا هاي مكلمتي. وهاي زي المدارجة. الله تكبس هيك. وهاي الصحة مش متفلين بعمل دب مثلا تفليني. ودي برضه نفس الاشي. هاي هون. وهاي هون زي اختي. هاي صحة وانا جواتها فلين. وهلا شو هذا؟ بوكل. بوكل ماما وبابا جابوا لنا اياهم. طبعا هو ممنوع بالمدرسه ملون. بيخلينا الايام العاديه مش مشكله. وانا برضو كمان مستغربة اول مرة يعني هلا شفتهم. هاد صوفيا الاميرة صوفيا عندها قلادة سحرية. و شو هاي يا رين؟
وهاي فروزن. هاي فروزن شعرها ابيض وهاي صديقتها واختها. وفروزن بتطلع من ايدها ايش لما هيك تساوي؟ بيطلع من ايدها تلج. وبرضو بنت قلعة كبيرة من التلج. طلعوا هاي هون الصور فيهم صور. وهون برضو في أخرى صور. هاي مشان نعرف نعمل مساحة نعمل هيك مشان يوسع. وهسا فرد شمع. ماما وبابا جابوا فرد شمع مشان لما نعمل لوحات نلزق اشياء مثلا، او كان في عنا اي شيء يعني مهم، او نلزق في ضايع نستنى. هذا عشان نحط بالكهرباء، في بالك من الكهرباء. هذولا قلعان المدرسة بمزح معكم، هذولا للفرد بنحطه هون بصير يطلع من هون رزق. بس إذا كنتم خالصات الفرودة بس بالمحل مثلا أي محل وكان في بس ضيل عاد بتاخده، ولا إنه ما تاخدوش بتولعوه بيولع. إنه تحطوا هذا بالشاحن بعدين بس تستنوا بس نقطة بعدين بس تيصير نار بس بالكم يجي على إيدكم. إذا أجى على الإيد سخن 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 الإشي الثالث أو الرابع ألوان خشب ألوان المدرسة صغار. طبعا اثنين جبناه هاي الثاني. لا إلا واحد لقيتها. هاي الثاني مختلفات الصور. واو قلم قلم ألوان وقلم لا قلم ملونة مع هيك مثل اللي مرتاح بحط واحدة لإله واحدة لين، والبراي بنخليها للدار لنبري قلم بدل من طول قلمتنا من طول هذا حطه هون. وإذا كان ضايع برايتي باخذ هاي لإله، أو إذا كان ضايع أو بعدين الكتاب ببري فيها إذا كانت أول مرة. وقت الدفاتر هذا دفتر انجليزي وهذا دفتر عربي. حط الدفتر فوق بعض. في كمان دفتر واحد لإله وواحد لإلها. في كمان مش دفتر اي كمان هما اثنين زهري واحد بشام انا واختي ما يتكاتل. هاي اثنين زهري واثنين برتقالي اورانج. بحب البرتقال يعني كتير كتير. يعني انا لو بتقولوا لي مثلا لو خيروك تنكي هذا او هذا يعني على طول راح اخذ البرتقال يعني. فاقع او حلو. برتقال لإلي وبرتقال لإلها. زهري لإلي وزهري لإلها. بكل ملونة. طبعا ماما وبابا ما بيعرفوا انه لازم ممنوع الوان ملونه عادي برضو يعني بس اسود بس أو ابيض اسود او ابيض يعني مش وبرضو هذول يعني مش مشكله. هاي بس تكبسي هون من طول بوكلي كلتين اوكي دماغنا. انا بحب اعمل تسريحات لما اقبل انا دسيا كفيرا. بتريحي ماما لما تسوي لك من شعرك بتسوي لك قلم قلب حب بس لونه برتقال براتين و تبعت قلم. طبعا انا بحب هذول النوعيه اكثر. انا
شغلات نوعية بحبهم أكثر من هدول، لأنه هدول بحس إن شناع هدول أحسن، هيك بحس. بتبدأ من هون. هلا لزيك، لزيك لأختي ولزيك لإلي. وهذا لزيك يعني بنحطه بجرار، في كثير اشياء احنا عاملين جرار، في كثير اشياء لنا كلنا للمدرسه، وبنحط هذا معه. هذا لزيك عشان لزيكنا احنا خلص، فاحنا جبنا واحد زيه. احطه قدام البوسه. محايتين بس ولد لا لقيت محل واحدة هي لأختي ودور على قدرتي. مش مهم لما ألاقيها هلا باخذ جدار مدرسي نحط فيه مصروفنا، كمان جدار أنا بختار ما بعرف انا احلى هذا ولا هذا، اكتبوا لنا عشان انكي يعني. انت شو بتنكي؟ اختي بتنكي هذا. ماشي عادي، انا بحب اللون الازرق بس هذا حسيته احلى. مش مشكله، نفس الشيء. مثلا بنقدر نعلقه على السحابه مدرسه، مثلا انه هون بنحط ميداليه. هاي جربات المدرسة. واو كتير قوي، نحطه تحت عشان هون ما بوصل. واحد اثنين بيعينه. مستر تيل من ورا اسود، نقدم صورة احلى صورة. اسمح انا دور انك محل لك دور انك بس عم تشوفها. ما بنعرف انت شو بتختاري. انا عم بختار هاد وانا هاي. واي شو انا بقول؟ بقول بكل صح، بكل هاي وكان كل شيء خلاص. هذا نايمه، خليه يطول اول. وانتو محايتي ايضا الجميلة، ريحتها حلوة. ما ضل اشي الا هاي. تخيلوا هذا قلم المدرسة، تخيلوا برميه عطول. جدك انا عندي هذا المناشي. شوية بكل مثلا يعني طلع هيك كلهن هيك، بس حبيت اورجيكم اياه. حلوة؟ كلهن نفس الشيء. انا نحطه ما بنفع في هون لانه ما بنفع. تمام. اثنين جلاتين عشان الدفاتر والكتب. بي غطى وجهي. تمام. واو الخريطة، خريطة الى تركيا. هنا وهنا وايضا لا اعلم.
تفضلي اذهبيه الى هناك. بي الكلب اكبر. ماما جابتها للدار نسيناها هون للمدرسة لما اخذها الكلب. وكمان هذا انا صاحبات نطخ بعض. شو هذا؟ هذا لايك. قولي شو هذا؟ هذا كريم عشان تطلي. باو كمان نزل. لازم نورجي كل إشي. شو ضايل؟ ضايل زارك فاضي. لا ضايل هذا الظرف عشان نخضع المدرسة. وهلا آخر شيء عشان ينهي الفيديو. كنادلنا للمدرسة. كنتي أكون دارت أختي وكنتي أكون دارت أختي. نوري. وان هاي لك. 2 3 أنا هادي. فلا أنا نمبر 6 3 كبيرة 36. وين الفلة هاي؟ لخبطت. عن عندها روح بالمدرسة هيك واختي ايه برضه هيك حلو. نكبر وضل اشي ولا لا؟ لا شباب عبي ولا لا؟ بكيت في كيسة بظهر طلعوا رجعت فيك هاي الظرف انه هذا كان الظرف ولا بلا 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 نجاب بمتى شكله بس امشي قولي نحكي مع السلامة وإن شاء الله نستنى المدام لين عليك ما تخلص اشرح يلا ضروري تعملونا لايك وشير وإن عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب سلمنا أول مرة بتروح على المدرسة انجنت راح أكلها. وإن شاء الله عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك شير سبسكرايب وكومنت تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. وباي مع السلامة.